على الفلاحه والاثمنه ديال الحليب، لان هذه الاثمنه هذه ما كترضيش الفلاح، وكنتمناو من الشركه باش تزيد واحد شويه من المردوديه والاثمنه باش ترضي لنا الفلاح، لان الفلاح كيصبح وسيله غير ديال باش كيتسخر لهاد الشركه فقط، ما عندوش الربح. هاد الاثمنه ما كتربحوش، ما كتعطيش داك المردود اللي بغا، يلا كيتسخر الشركة كيخدم هو من اجل هاد الشركه ديال الحليب. يعني هاد الاثمنه ما كترضيش لينا الفلاح، وكنطلبوا من المسؤولين ديال الشركه ديال الحليب باش تعاون مع الفلاح، تزيدوا واحد شوي، ولو داك الشوي اللي كاين غادي يرضي لينا هاد الفلاح من واحد الناحيه.